بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أيها الحضور الكرام، ترحب بكم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة في محاضرة اليوم بعنوان نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام 14 والبرامج والخدمات المرتبطة بمقياس القدرات العقلية. وهذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات وورش عمل تم تقديمها بالتزامن مع فعاليات البرنامج الوطني في عامه 14. أعزائي الحضور، يوم الأربعاء الماضي تم إعلان نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ونبارك لجميع المتأهلين في مقياس موهبة للاستفادة من برامج وخدمات موهبة. وبهذه المناسبة يسعدنا أن يكون معنا سعادة الدكتور باسل السدحان، نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين، ليقوم مشكورا بافتتاح هذه المحاضرة. تفضل سعادة الدكتور. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أهنئ المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بحلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا فيه الصيام والقيام وأداء صالح الأعمال، ومن أداء صالح الأعمال الاعتناء بالأبناء والبنات وتنشئتهم النشأة الصالحة والاهتمام بتعليمهم والاعتناء بموهبتهم. كما أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة الذين اجتازوا مقياس موهبة القدرات العقلية المتعددة، وأؤكد أن الاكتشاف هو مجرد البداية. يعني سعت مؤسسة موهبة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقييم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس لتنفيذ البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والمكون أو المدخل له هو مقياس موهبة الاختبار الذي اختبره الطلاب وأعلنت نتائجه يوم الأربعاء الماضي من أجل الاكتشاف. هذه المحاضرة إن شاء الله ستركز على برامج الرعاية. ويوجد كوكبة من يعني الأساتذة الذين يتحدثون عن هذا الجانب، لكن أريد أن أؤكد على أهمية قيام الوالدين والمعلمين بزيادة معرفتهم ووعيهم بالبرامج التي تقدمها موهبة ووزارة التعليم. فيما يخص موهبة، يعني هناك موقع موهبة فيه العديد من المعلومات مقسمة على صفحات البرامج. الحمد لله نحن ننفذ برامج كثيرة، والتي قد تكون لدى بعض الأولياء الأمور يعني مجهدة في فهمها. هذه المحاضرة وهي مسجلة في المناسبة هي جهد منا في تبسيط ذلك. الجدول الذي يبين البرامج وأوقات تنفيذها ودرجات التأهيل المطلوبة أيضا يساهم في ذلك، لكن أرى من أهمية أن يقوم ولي الأمر بالقراءة أكثر وفهم البرنامج حتى يستوعب بشكل أعلى. من الأمور التي تهتم فيها أيضا مؤسسة موهبة بالإضافة للبرامج، تهتم في زيادة المحتوى العربي فيما يخص الموهبة والإبداع. فمن ذلك قامت إدارة البحوث والتطوير بالمؤسسة بترجمة العديد من الكتب، بإصدار ملخصات للكتب، بكتابة مقالات، بترجمة مقالات، بإقامة ندوات آخرها ملتقى ومضات الذي تم الأسبوع الماضي. ولدينا في هذا الشهر الفضيل سلسلة من فوانيس موهبة تنفذ كل أسبوع في مجال من مجالات الموهبة، بإمكانكم الاطلاع عليها. أحث نفسكم على أخذ الأمر باهتمام بالغ لتسجيل الأبناء والبنات. نحتفل هذا العام إن شاء الله الحمد لله يعني تسجيل أكثر من 100,000 طالب، وعدد مقياس منهم أكثر من 90,000 طالب، وعدد الطلبة المؤهلين للبرامج 84,000 طالب. فهذا العدد كبير حقيقة، ورأينا أثره حيث لاحظنا امتلاء المقاعد لبعض المراحل الدراسية في بعض المدن، يعني مدينتين رئيسيتين بدرجة أساسية. وأطمن أولياء الأمور سيتم زيادة المقاعد في برامج الإثراء في هذين البرنامجين إن شاء الله لنستوعب أعداد هؤلاء الطلبة. هذا العدد الكبير من الطلبة الذين أدوا المقياس يضع على عاتقنا أمانة يعني استيعاب هذا العدد بشكل أكبر، وإن شاء الله نحن قادرون بشركائنا من الجامعات والمدارس والجهات البحثية بإذن الله.
بشكل عام البرنامج الوطني الكشف للموهوبين تنقسم البرامج المتفرعة منه إلى برامج فصول موهبة وهي فصول للموهوبين تكون خلال العام الدراسي، وقد بدأ التسجيل فيها هذا اليوم للطلبة الذين حققوا درجة التأهيل المطلوبة. وهناك البرامج الإثرائية في الفترة الصيفية سيكون مدار حديثنا اليوم عنها، بالإضافة لكم آخر من البرامج الإثرائية تنفذ العام خلال العام الدراسي بإذن الله. أؤكد أنه هذه المحاضرة تركز على هذه البرامج المعتمدة على البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، لكن موهبة لديها برامج أخرى نتطرق لها في هذه المحاضرة ولا تعتمد على البرنامج الوطني، من أبرزها الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والذي يعني احتفلنا بالحفل الختامي له بداية الشهر الماضي بفوز 45 طالب وطالبة. تم اختيار 35 منهم للمشاركة في المعرض الدولي لعلوم الهندسة الذي سيكون بعد شهرين من الآن بإذن الله. لدينا برنامج موهبة للأولمبيادات الدولي بمكونات مسابقة موهوب الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، سيكون حفل الختام الشهر القادم بإذن الله بعد إجازة عيد الفطر المبارك. أنصح أيضا بمتابعة هذه البرامج. عندنا مسابقة كنغارو في الرياضيات ستكون انتهى التسجيل فيها، بس المسابقة إن شاء الله يوم الجمعة والسبت القادمين. فلدى موهبة الكثير من البرامج، وهذه المحاضرة ستلخص جانب منها بإذن الله. أخيرا يعني لدينا مسؤولية كمجتمع، يعني إذا رأينا عدد الطلبة الملتحقين في برامج موهبة إلى عدد الطلبة المكتشفين فنجد أن النسبة 34%، أي ثلث. يعني هذا يبين أن عندنا ثلثين آخرين من الطلبة المكتشفين الذين نريد أنهم يلتحقون في البرامج من أجل تعزيز الفائدة وتمكينهم ورعايتهم بما يتناسب مع قدراتهم. العنصر الأساسي فيها هو تحدي قدرات الطالب لطرح مادة علمية تناسب قدرات العقلية وتتحدى ليكون فرد صالح وأيضا مواطن قادر على المنافسة العالمية. لا أريد الإطالة، أترككم مع باقي المحاضرة وستجدون فيها إن شاء الله المفيد، وأيضا سيكون يعقبها فترة للإجابة عن الأسئلة. شكرا لكم. شكرا سعادة الدكتور باسل السدحان نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين. أيها الحضور الكرام، لنتعرف أكثر على البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين وإحصائياته ونتائجه، يتحدث سعادة الأستاذ فهد التميمي مدير إدارة التعرف والتسجيل ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عن البرنامج الوطني. تفضل أستاذ فهد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. نتحدث في هذه الشرائح ابتداء عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وهو نتاج شراكة استراتيجية بين كل من وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس منذ العام 2011، بهدف توحيد الجهود المبذولة لاكتشاف الموهوبين في مرحلة التعليم العام، ودعم أيضا المكتشفين بمجموعة من برامج الرعاية التي تقدمها وزارة التعليم وموهبة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين. يهدف البرنامج إلى التعرف على طلب الموهوبين من خلال نظام متكامل ومنهجية شاملة، وأيضا بناء قاعدة بيانات الطلبة الموهوبين في المملكة للإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، وأيضا لتحقيق العدالة في التأهل والإنصاف في الاختيار، وبهدف تكوين صورة شاملة عن قدرة الطلبة الموهوبين. يشمل مقياس موهبة أو يقيس 4 أبعاد رئيسية، ابتداء من المرونة العقلية والاستدلال العلمي والميكانيكي، وأيضا الاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء. بدأ البرنامج أو التسجيل في البرنامج الوطني منذ 16 من أكتوبر إلى تقريبا منتصف شهر يناير، أطول عملية تسجيل امتدت تقريبا إلى 3 أشهر،
وتزامنت فترة التسجيل مع فترة التنفيذ أيضا لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للتسجيل في المقياس واختيار المواعيد اللي تناسبهم. وقبل أيام كان المؤتمر الخاص بإعلان النتائج عن إعلان نتائج البرنامج الوطني في 13 من مارس الثالث من رمضان. خلال النسخ السابقة من البرنامج الوطني لكشف عن الموهوبين تم اكتشاف أكثر من 186 ألف موهوب وموهوبة من خلال دخول أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة. يتم تصنيف الطلبة المجتازين لمقياس موهبة القدرات العقلية المتعددة إلى ثلاث تصنيفات، أعلاها هي الموهبة الاستثنائية، ثم الموهوب، ثم الواعد بالموهبة. يشار إلى التصنيف الأول والثاني مجتمعين بالمكتشفين، ويشار إلى التصنيفات الثلاثة بالمؤهلين، وهم الطلبة المؤهلين للاستفادة من البرامج التي تقدمها موهبة. ويعني هنا تجدر الإشارة إلى أن موهبة تقدم الخدمات للموهوبين وأيضا للواعدين بالموهبة، وهم من حقق درجة قريبة من درجة الموهبة. خلال النسخة الرابع عشر للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين تم تسجيل أكثر من 103,000 طالب وطالبة بزيادة 72% عن المسجلين في العام الماضي. هذه الزيادة الكبيرة تدل الحقيقة على وعي المجتمع يعني أهمية اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين. أيضا أدى المقياس من هذا العدد أكثر من 91,000 طالب وطالبة في المستويات الثلاث: المستوى الأول الخاص بطلبة الثالث والرابع والخامس الابتدائي، والمستوى الثاني بطلبة الصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط، والمستوى الثالث لطلبة الصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي. عدد المتقدمين في المستوى الأول 31,266، عدد المؤدين للمقياس في المستوى الثاني 31,462، وعدد المؤدين في المستوى الثالث 29,038 طالب وطالبة. ونجد تقارب كبير بين عدد المسجلين في المستويات الثلاث بعكس أعوام سابقة، كان يعني جل المسجلين في المستويين الثاني والثالث. الطلبة اللي أدوا المقياس تم تصنيفهم إلى أو المجتازين للمقياس تم تصنيفهم إلى ثلاث تصنيفات: 1443 موهوب استثنائي، 26,822 موهوب، و 55,944 واعد بالموهبة. وبذلك يكون عدد المكتشفين 28,265، وعدد المؤهلين للدخول إلى البرامج 84,209. المكتشفين وهم اللي حصلوا على التصنيف الأول والثاني، الموهبة الاستثنائية والموهوب، أيضا نجد تقسيمهم على المستويات الثلاث: 5,779 طالب وطالبة في المستوى الأول، 10,051 طالب وطالبة في المستوى الثاني، و 12,465 طالب وطالبة في المستوى الثالث. وهنا يعني لو شفنا عدد المؤدين كانت الأعداد متقاربة بشكل كبير، لكن لما جينا للاكتشاف نجد أن الاكتشاف في المستوى أو كلما زاد العمر الزمني للطالب كانت القدرة يعني على اكتشافه أوضح. الطلبة في عمر زمني أقل قد لا تظهر لديهم سمات الموهبة بشكل واضح، وبالتالي يصعب على ولي الأمر أو حتى على المعلم اكتشاف هذه الموهبة في وقت مبكر. لما نجي نقارن عدد المؤدين وعدد المكتشفين باعتبار الجنس، نجد أن الطالبات يتفوقون على الطلبة بنسبة بسيطة،
ولما نجي لعدد المسجلين في المقياس بطريقتي التسجيل المدعوم والذاتي، طبعا نقصد بالتسجيل المدعوم والتسجيل المجاني. وفي هذا العام أيضا تم توفير عدد استثنائي من المقاعد المجانية، 28 ألف مقعد مجاني وفرتها وزارة التعليم، وموهبة أيضا وفرت تقريبا 15500 مقعد إضافي. من هذه المقاعد تم تسجيل 35 ألف طالب وطالبة بشكل مجاني. هذه المقاعد يتم توزيعها من خلال إدارات الموهوبين في مناطق المملكة، أو جميع إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة. والتسجيل الذاتي نقصد في التسجيل من قبل ولي الأمر، ويعني دفع رسوم المقياس. التسجيل واضح أنه التسجيل الذاتي يعني يفوق التسجيل المدعوم بشكل كبير، وهذا أيضا يدل على وعي أولياء الأمور وحرصهم على دخول أبنائهم لمقياس موهبة. عدد المسجلين 38% من التسجيل كان للمدعوم، و 62% كان للذاتي، وفي المقابل 29% من المكتشفين كان من التسجيل المدعوم، و 71% كان لطلبة التسجيل الذاتي في جميع سنوات المقياس. وحتى هذه اللحظة دخل المقياس أكثر من 600 ألف طالب وطالبة، وتم اكتشاف أكثر من 215 ألف موهوب وموهوبة. الطلبة اللي دخلوا المقياس سواء المكتشفين أو المؤهلين يحصلون على مجموعة كبيرة من البرامج التي تقدمها موهبة وتقدمها وزارة التعليم، والزملاء إن شاء الله خلال هذه المحاضرة راح يقدمون يعني صورة شاملة عن طبيعة هذه البرامج وآلية الاستفادة منها بإذن الله. أيضا هذه الصورة هي جدول تأهيل للبرامج. كل برنامج من برامج موهبة التي تتطلب الحصول على درجة في المقياس، هذا الجدول يوضح الدرجة المطلوب الحصول عليها للاستفادة من البرنامج. وبالمناسبة هذا الجدول أيضا متاح على صفحة الاستعلام عن النتائج. للدخول إلى صفحة الاستعلام ممكن من خلال QR اللي موضع على الشاشة، أو بالدخول إلى صفحة موهبة ومن البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين اختيار التبويب الخاص بنتائج 2024، والنزول إلى أسفل الصفحة واختيار الاطلاع على النتائج، وهي متاحة ومنشورة. أيضا بالإضافة إلى الدرجة والتصنيف، أيضا يقدم أو تقدم هذه الصفحة تفسيرات الدرجة حول المحاور الأربعة اللي يتكون منها المقياس. يعطيكم ألف عافية. شكرا سعادة الأستاذ فهد التميمي، مدير إدارة التعرف والتسجيل ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين. أيها الحضور الكريم، الجزء القادم من المحاضرة سيركز على البرامج التي تتطلب درجة مؤهلة في المقياس، وسنبدأ ببرنامج فصول موهبة وبرنامج موهبة المتقدم في الرياضيات والعلوم، أحد أبرز البرامج التي تقدمها موهبة. وسيكون معنا سعادة الأستاذ عيسى الفيفي، مدير إدارة الشراكة مع المدارس، فليتفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، رب الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذ عيسى، طيب راح أتكلم. نعم تفضل. راح أتكلم بإذن الله جل وعلا في هذه الدقائق حول برنامج فصول موهبة، وأيضا برنامج موهبة المتقدم. يعد هذا البرنامج اللي هو برنامج فصول موهبة أحد البرامج النوعية التي تقدم من خلالها الرعاية للطلبة الموهوبين، حيث نحرص في هذا البرنامج على توفير البيئة التعلمية للطلاب الموهوبين، وذلك بالشراكة مع المدارس، حيث يتم اختيار هذه المدارس المطبقة لبرنامج فصول موهبة بعناية وفق معايير عالية جدا من حيث جاهزيتها الإدارية، وأيضا وجود كوادر تعليمية مؤهلة، بالإضافة إلى البيئة المدرسية الجاذبة
التي تتوفر فيها الإمكانات المادية من معامل ومختبرات وغيرها من التجهيزات المدرسية التي تساهم في تعلم الطلبة الموهوبين. طبعا هذا البرنامج نهدف من خلاله إلى تقديم الرعاية الشاملة للطلبة الموهوبين بالتركيز على مواد العلوم والرياضيات بالتحديد، من خلال تقديم أنشطة ومناهج إثرائية للطلبة المستهدفين في هذا البرنامج، وأيضا بالتعاون والعمل مع المدارس الشريكة في البرنامج هذا على تطوير وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، سواء من تدريب الكوادر التعليمية الموجودة في المدارس، أيضا تزويد هذه المدارس بالبرامج الداعمة لنمو الطلبة أو لنمو مهارات الطلبة ورعايتهم بشكل مناسب. نحرص خلال هذا البرنامج على التركيز على تنمية مهارات الطلاب التعليمية وأيضا تطوير مهاراتهم التفكيرية في مجالات العلوم والرياضيات من خلال المناهج الإضافية. في هذا البرنامج بشكل عام يعد من أكثر البرامج يعني اختيارا للطلبة أو تحديدا لدرجة اختيار للطلبة، حيث نحرص أن الطلبة الموجودين في هذا البرنامج يكونون من أعلى الطلبة المحققين للدرجات في البرنامج الوطني للكشف عن الطلبة الموهوبين. في هذا العام عندنا 3 مستويات درجات الاختيار المحددة فيها. المستوى الأول وهم طلاب الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي طبعا لهذا العام، الدرجة المحددة لاختيارهم للانضمام لبرنامج فصول موهبة 1550 فأعلى. بالنسبة للمستوى الثاني وهم طلبة الصف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط لهذا العام، أيضا تكون درجتهم 1540 فأعلى كشرط أساسي لدخول أو للانضمام لبرنامج فصول موهبة. بالنسبة لطلبة المستوى الثالث وهم طلبة الصف الثالث المتوسط والأول ثانوي، تكون درجتهم 1550 للالتحاق ببرنامج فصول موهبة للعام القادم. طبعا هذا البرنامج يهدف حقيقة إلى اختيار الطلبة بناء على درجاتهم وبناء على الرغبات، أو خلينا نقول بناء على المقاعد المتاحة في المدارس الشريكة، بمعنى يتم اختيار الطلاب بعد دخولهم لبرنامج الانضمام أو تسجيل رغباتهم في النظام الإلكتروني، يتم ترتيبهم بناء على الأعلى درجة ثم بناء على اختيارهم وبناء على رغباتهم في المدارس الشريكة، ويتم توزيعهم بشكل آلي حتى نضمن تحقق العدالة ما بين الطلبة المتقدمين لهذا البرنامج. إضافة إلى ذلك هناك برنامج رديف وهو برنامج فصول أو عفوا برنامج موهبة المتقدم في الرياضيات والعلوم. طبعا هذا البرنامج، برنامج الموهبة المتقدم في العلوم والرياضيات، هذا البرنامج ينفذ عن بعد وهو برنامج رديف تقريبا لبرنامج فصول موهبة، لكن يتم تنفيذه عن بعد. طبعا نستهدف في هذا البرنامج الطلبة الموجودين خارج المدن الرئيسية، أو خلينا نقول خارج المدن الموجود فيها مدارس الشراكة، أو حتى الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالدخول لبرنامج الشراكة، سواء مثلا لانخفاض درجتهم عن الدرجة المحددة للبرنامج. هذا البرنامج بشكل عام يركز أيضا على إعطاء الطلبة أو تزويدهم بالخبرات التعليمية المعمقة حول أيضا مناهج العلوم والرياضيات، من خلال أيضا مناهج إثرائية تقدم للطلبة من خلال معلمين ذوو كفاءة عالية وتنفذ عن بعد. طبعا هذا البرنامج لا يتعارض مع الدوام المدرسي في المدارس بشكل عام، فهو يكون في خارج أوقات الدوام الدراسي، إما أن يكون يوم السبت ويكون أيضا في أيام داخل الأسبوع لكن في وقت لا يتعارض مع وقت الدوام الرسمي. هذا البرنامج محدد أو محصور فقط لطلبة المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، مدته 20 أسبوع موزعة على العام الدراسي كاملا، يعني موزعة على الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث مثل هذا العام. تقديم البرنامج يكون إذا كان يوم السبت فهو يقدم مكثف لمدة 3 ساعات، إذا كان داخل الأسبوع فهو يقدم على يومين منفصلة، بحيث يكون يوم للعلوم مثلا ويوم للرياضيات، ويكون بواقع تقريبا 1.5 ساعة لكل مادة من هذه المواد. طبعا بما أن هذا البرنامج ينفذ عن بعد، فبالتالي أهمية الحضور والالتزام بالحضور
للبرنامج في الأوقات المحددة شرط أساسي جدا للحصول على شهادة خليني أقول حضور البرنامج، بحيث لا تقل، يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 85% من عدد الساعات المقررة لهذا البرنامج، اللي هي تقريبا 60 ساعة على مدار أو 80 ساعة عفوا على مدار البرنامج كامل، عفوا 60 ساعة. طبعا درجة الترشيح هي 1500 كحد أدنى، فمسموح أي طالب يتجاوز 1500 أو من 1500 فاعلة أن يلتحق بهذا البرنامج، وهو متاح لجميع مناطق المملكة، يستطيع الطلبة الالتحاق به من أي مكان، لأن البرنامج هذا ينفذ عن بعد، بينما البرنامج فصول موهبة هو برنامج ينفذ حضوريا في المدارس، فبالتالي هذا الاختلاف ما بينهم. في كلا البرنامجين برنامج فصول موهبة وبرنامج الموهبة المتقدم للعلوم الرياضيات، يتم تقديم مناهج إضافية. هذه المناهج لا تغني وليست بديلاً عن مناهج الوزارة، بمعنى أن منهج الوزارة هو المنهج الأساسي، بينما هذه المناهج تكون مناهج إضافية. الهدف منها أثناء تصميمها والعمل عليها هو أنها تعزز مهارات تفكير الطلبة، وأيضا تعمق المعارف وتزيد من خبراتهم ومفاهيمهم، وأيضا بشكل عام تنمي الاتجاهات الإيجابية نحو رعاية الموهبة وتطويرها، وأيضا صقل مهارات التفكير عند الطلبة وتعريضهم لخبرات جديدة لا تكون موجودة في المناهج المدرسية العادية. فبالتالي باستمرار والمثابرة على الاطلاع وعلى حل الأنشطة والمواد المضافة في هذه الكتب الإثرائية تساهم في تنمية مهارات الطالب بشكل كبير جدا مقارنة بالمناهج التقليدية. استهدف طبعا بناء هذه المناهج أن نركز على تنمية مهارات الطالب الموهوب، لذلك عند حرص الطالب وولي أمره على متابعة الأنشطة المقدمة للطلبة سواء في فصول موهبة أو في موهبة المتقدم اللي هو عن بعد، سيساهم بشكل كبير جدا في تطور مهارات الطالب ونمو وتفكيره بشكل ملحوظ مقارنة بأقرانه في نفس المستوى. هذه تقريبا لمحة بسيطة عن برنامج فصول موهبة وبرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، وأتمنى إن شاء الله أني وصلت الفكرة حول هذين البرنامجين، وأتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب. شكرا سعادة الأستاذ عيسى الفيفي مدير إدارة الشراكة مع المدارس. ومن يعني أحد مميزات هذا البرنامج حقيقة أنه يجمع بين مناهج إضافية متقدمة ومعتمدة عالميا، وأيضا المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم، وهذا أمر جيد. أيها الحضور الكريم، من برامج فصول موهبة وبرنامج موهبة المتقدم في الرياضيات والعلوم إلى البرامج الإثرائية الأكاديمية، والأستاذ عبد الله الدخيل مشرف البرامج الإثرائية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما مضى من شهره الكريم ويبارك لنا فيما تبقى منه. طبعا راح أخذكم في رحلة كذا بسيطة خفيفة، هي رحلة الطالب في البرامج الإثرائية. عندنا هي برامج تسعى إلى تقديم برامج متنوعة تخدم أبنائنا وبناتنا الطلبة الموهوبين. عددها 8 برامج، كل برنامج منها يهدف إلى التكامل مع البرامج الأخرى، بحيث يكون الطلبة مستمرين في رحلتهم لاكتشاف قدراتهم العلمية من صف ثالث ابتدائي وحتى ثاني ثانوي في مسارات علمية محددة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية في تلك البرامج. طبعا تهدف البرامج بشكل عام إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية من القدرات البشرية، تعزيز الشغف بالبحث العلمي والإثراء المعرفي بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، تنمية ورفع قدرات الطلبة المهارية والقيادية لبناء الشخصية السعودية الريادية المتميزة، وربط الطلبة مع نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية وزيادة فرص القبول بها. طبعا زي ما ذكرنا الفئة المستهدفة في هذه البرامج هم الطلاب المكتشفين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي. طبعا تنقسم البرامج عندنا إلى نوعين، برامج تقام خلال الإجازة الصيفية وبرامج تقام خلال العام الدراسي.
راح أتكلم عن كل برنامج على حدة إن شاء الله، وقبل الدخول يعني نتكلم عن كل برنامج راح يكون في QR كود يوديكم إلى صفحة البرنامج مباشرة لمزيد من التفاصيل. طبعا عندنا في الإجازة الصيفية 3 أنواع من البرامج، هو برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي، وبرنامج موهبة الإثراء العالمي، وبرنامج سفراء موهبة. أما خلال العام الدراسي فعندنا مجموعة من البرامج، على سبيل المثال برنامج موهبة الإثراء لما بعد المدرسة، برنامج موهبة الإثراء المهاري، برنامج موهبة التأهيلي للغة الإنجليزية، وبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة، التأهيل للتميز والتميز. راح نبدأ بالبرامج اللي تقام خلال الإجازة الصيفية، وزي ما ذكرت في بداية كل برنامج راح يكون فيه QR زي ما هو ظاهر أمامكم يوديكم إلى صفحة البرنامج في بوابة موهبة لمعلومات مفصلة عن البرنامج. طبعا يهدف البرنامج الإثراء الأكاديمي إلى تبني المعرفة لدى الطلبة ورفع كفاءتهم واستعدادهم وبناء خبراتهم العلمية والعملية وفق منهجية عالمية، ويتضمن أنشطة تركز على تطوير المهارات الشخصية للطلبة وتعدهم للانطلاق والمشاركة الفاعلة والمتميزة. طبعا تنفذ برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية بطريقتين، إما برامج حضورية تقام في نخبة من المدارس والجامعات والمراكز العلمية في المملكة وعن بعد من خلال منصة موهبة للتعليم الإلكتروني لمدة 3 أسابيع في الإجازة الصيفية باللغة العربية والإنجليزية. طبعا الفئة المستهدفة هم الطلبة المكتشفين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي عفوا، طبعا وفقا للدرجات الموضحة أمامكم، المستوى الأول 1370 درجة فأعلى، المستوى الثاني 1310 فأعلى، والمستوى الثالث كذلك 1310 فأعلى. طبعا تنفذ برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية في 18 مدينة مختلفة حول المملكة زي ما هو ظاهر لكم في الشاشة لخدمة ما يزيد عن 11500 طالب وطالبة. طبعا تحتوي تكون تلك البرامج من 35 وحدة إثرائية مختلفة في 4 مسارات علمية، هي العلوم الهندسية، العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، علوم الفيزياء والأرض والفضاء، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، موزعة على 3 مستويات اللي هي من المستوى الأول للصف الثالث والرابع والخامس، المستوى الثاني للصف السادس الابتدائي والأول والثاني متوسط، والمستوى الثالث للصف الثالث متوسط والأول والثاني ثانوي. وهي طبعا مصممة بالتعاون مع بيوت خبرة محلية وعالمية مثل مركز الشباب الموهوب في جامعة جون هوبكنز. طبعا التسجيل في البرامج الأكاديمية متاح حاليا، وللوصول إلى صفحة التسجيل للطلبة المرشحين من خلال مسح الـ QR كود الظاهر أمامكم راح ينقلكم مباشرة إلى صفحة التسجيل. ننتقل بعد كذا إلى برنامج موهبة الإثراء العالمي، وهو برنامج يعمل عن طريق استقطاب أفضل البرامج العالمية التي تهتم بتعليم ورعاية الموهوبين عن طريق تنفيذها داخل المملكة في الجامعات المحلية. ويدرس الطلبة في هذا البرنامج مواد علمية إثرائية مكثفة في المجالات العلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية. طبعاً ينفذ البرنامج بشكل تفرغي، أي بمعنى أن الطالب يسكن في مقر الجهة المستضيفة، وينفذ هذا العام للبنين في جامعة الملك سعود وللبنات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للطالبات في مدينة الرياض. طبعاً مدة البرنامج 3 أسابيع خلال الإجازة الصيفية، يقدم باللغة الإنجليزية، ويستهدف الطلبة والطالبات من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في الصف الثالث متوسط والأول والثاني ثانوي والحاصلين على 1350 فأعلى. وأيضا يشترط أن يحصل الطالب أو الطالبة على الدرجة المطلوبة في إحدى اختبارات اللغة الإنجليزية الظاهرة أمامكم في الشاشة. يتكون البرنامج من 14 وحدة إثرائية مختلفة
في نفس المسارات التي تركز عليها موهبة، العلوم الهندسية والعلوم الطبية والحيوية وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية حسب الصفوف والمستويات الظاهرة أمامكم. علماً بأن التسجيل في البرنامج متاح حالياً من خلال مسح الـ QR code وراح ينقلكم مباشرة إلى صفحة التسجيل. ننتقل بعد ذلك إلى برنامج سفراء موهبة، وهي برامج دولية تقام بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في عدة دول مثل أمريكا وبريطانيا، وتوفر للطلبة نظام الإقامة الكاملة داخل سكن الجامعة المنفذة للبرنامج، وتنمي الجانب المعرفي العلمي، وتحتوي على رحلات علمية تعليمية وأنشطة ترفيهية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في جميع الجوانب، وتنقسم إلى برامج بحثية أو أكاديمية أو ما قبل الجامعة، وتنفذ إما حضوريا في زي ما ذكرنا في الجهات المستضيفة في الدول المستهدفة أو عن بعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني تحددها الجهة المستضيفة في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع حسب البرنامج للطلبة في البرنامج الوطني من صف ثاني ثانوي والحاصلين على درجة 1410 فأعلى، وأن يحصل الطلب المرشح للبرنامج على إحدى الدرجات المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية الموضحة في الشاشة. طبعاً لمعرفة متى سيتاح التسجيل في البرنامج بإمكانكم متابعة قنوات التواصل الاجتماعي لمعرفة مستجدات فتح التسجيل في السنة القادمة، إما عن طريق تويتر أو سناب شات أو إنستغرام الخاص بموهبة. ننتقل الآن للقسم الثاني، البرامج التي تقام خلال العام الدراسي. راح نبدأ ببرنامج موهبة الإثرائي لما بعد المدرسة، وهو برنامج يتاح للطلبة في التعليم العام من المرحلة المتوسطة والثانوية، يكون ينفذ خلال العام الدراسي بعد المدرسة. الهدف منه توفير فرصة للطلبة لتطوير أنفسهم وتعزيز خبراتهم المعرفية وتعميق مستوى المعرفة لديهم، ويكون البرنامج هذا استكمالاً للبرنامج الإثرائي الأكاديمي اللي ينفذ في الإجازة الصيفية. طبعاً ينفذ عن بعد لمدة 2 يوم في الأسبوع فقط على مدى 11 أسبوع باللغة العربية والإنجليزية لطلبة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الحاصلين على درجة 1310 فأعلى. ننتقل بعد ذلك إلى برنامج موهبة الإثرائي المهاري، وهو برنامج تدريبي متكامل يركز على بناء المهارات الشخصية لدى الطلبة، وينقسم إلى 3 مسارات أساسية: الإلقاء والخطابة، ريادة الأعمال والابتكار، والكتابة الإبداعية. يختار الطالب فيما بينها أثناء التسجيل في البرنامج. طبعاً يتميز باحتوائه على نظام متكامل فيه جلسات تدريبية وألعاب وأنشطة خاصة، وينفذ حضورياً في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والدمام أو عن بعد للطلبة في بقية مدن المملكة. طبعاً ينفذ لمدة 7 أسابيع، الحضورية تكون يوم السبت من كل أسبوع أو 2 في الأسبوع للطلبة المسجلين في البرنامج عن بعد. يستهدف البرنامج الطلبة في المرحلة المتوسطة والثانوية من صف أول متوسط وحتى ثالث ثانوي. برنامج موهبة التأهيل للغة الإنجليزية، وهو برنامج يهدف إلى رفع مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية ويهيئهم للتسجيل والمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي وغيره من برامج موهبة التي تتطلب الحصول على درجة في اللغة الإنجليزية. طبعاً ينفذ بالتعاون مع جهة متخصصة في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلبة من خلال تدريبهم على مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية لاجتياز متطلبات الترشيح والمشاركة. ينفذ هذا البرنامج عن بعد لمدة 3 أيام في الأسبوع على مدى 8 أسابيع خلال العام الدراسي لطلبة البرنامج الوطني في المرحلة المتوسطة والحاصلين على درجة 1410 فأعلى. برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة، التأهيل للتميز. طبعاً يعد هو بوابة الدخول لبرنامج الالتحاق بالجامعات المرموقة التميز، والذي يتم من خلاله تهيئة الطلبة ليتمكنوا من تحقيق شروط القبول في برنامج التميز. ويركز البرنامج على التدريب على اختبار الـ SAT
ينفذ عن بعد لمدة 3 أيام في الأسبوع على مدى 6 أسابيع باللغة الإنجليزية لطلبة البرنامج الوطني من الصف الأول ثانوي الحاصلين على 1310 فأعلى، ويشترط للمشاركة في البرنامج الحصول على الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية حسب الاختبارات الموضحة في الشاشة. طبعا التسجيل في برنامج موهبة للتأهيل للتميز متاح حاليا، بإمكانكم الدخول على صفحة التسجيل من خلال مسح الـ QR أو الدخول على بوابة موهبة مباشرة. بعد كذا ننتقل لبرنامج موهبة الإثرائي للالتحاق بالجامعات المرموقة التميز، وهو برنامج متكامل لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة والمصنفة من ضمن أفضل 30 جامعة. يستمر تنفيذ البرنامج لمدة سنة، يبدأ من الفصل الدراسي الثاني للطلبة من الصف الثاني ثانوي وحتى حصولهم على القبول في الجامعات. يتم التركيز والمتابعة بشكل فردي لكل طالب وتقديم خدمات استشارية بشكل مكثف خلال العام، بالإضافة إلى تقديم تدريب متقدم على اختبارات SAT وبناء ملف إنجازات الطالب والأنشطة الصفية. طبعا ينفذ بشكل حضوري وعن بعد لمدة سنة كاملة باللغة الإنجليزية لطلبة التعليم العام في الصف الثاني ثانوي في المسار العلمي، ويشترط للمشاركة في البرنامج أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على نسبة 90% كحد أدنى في المعدل المدرسي للصف الثالث متوسط والأول ثانوي، وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 90% في المواد العلمية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أن يحصل على الدرجة المطلوبة في إحدى اختبارات اللغة الإنجليزية. طبعا ولمعرفة متى سيتاح التسجيل في البرنامج يمكنكم أيضا كما ذكرنا سابقا متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بموهبة. شكرا سعادة الأستاذ عبد الله الدخيل مشرف البرامج الإثرائية. وننتقل بكم أيها الحضور الكريم إلى الحديث عن البرامج البحثية، وسيكون معنا سعادة الأستاذ حامد النملان مشرف البرامج البحثية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلال الدقائق القادمة إن شاء الله راح أتكلم عن البرامج البحثية. طبعا برنامج موهبة الإثراء البحثي هو برنامج يهدف إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته وما ينتج عنه من ملكية فكرية، بالإضافة إلى تنمية المهارات المرتبطة به والخروج بأفكار بحثية أصيلة، بالإضافة إلى تنمية بعض المهارات الشخصية والاجتماعية. يركز برنامج موهبة الإثراء البحثي على تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وتطويرها من خلال الممارسة العملية وتهيئتهم للمنافسة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية. آلية تنفيذ البرنامج حضوري تفرغي وكذلك غير تفرغي، وأيضا برنامج عن بعد. الفئة المستهدفة هم طلبة الصف الثالث المتوسط والأول والثاني ثانوي. أيضا يجب أن يحصل الطالب على الدرجة المطلوبة في إحدى اختبارات اللغة الإنجليزية الظاهرة أمامكم. مدة تنفيذ البرنامج 4 أسابيع خلال الإجازة الصيفية. طبعا بلغ عدد المسجلين حتى الآن من بدء فتح التسجيل يعني قبل قرابة 10 أيام بلغ حتى الآن 172 من أصل 492 مقعد متاح، حيث تم زيادة عدد المقاعد هذا العام بنسبة تزيد 23% عما تم طرحه صيف العام الماضي، وذلك من خلال 14 برنامج حضوري تفرغي وحضوري غير تفرغي وكذلك عن بعد.
المجالات التي ستقدم في البرنامج العلوم الطبية والكيميائية وكذلك علوم الفيزياء والأرض والفضاء والعلوم الهندسية وأيضا علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية. لغة البرنامج التي ستقدم بها هي اللغة الإنجليزية. طبعا تم فتح التسجيل بتاريخ 6 مارس 2024، يستمر التسجيل حتى تاريخ 29 مايو. بداية البرنامج بإذن الله ستكون بتاريخ 30 يونيو ويستمر لمدة 4 أسابيع حتى نهاية يوم 25 يوليو، ومرفق بجانب الجدول الزمني باركود للدخول على صفحة البرنامج للمزيد من المعلومات ومعرفة الجهات المقدمة للبرامج وكذلك رابط التسجيل. المهارات المستهدف تنميتها لدى الطلبة المشاركين في البرنامج: أولاً مهارة استخدام المعامل، وذلك من خلال فهم وتطبيق المهارات الأساسية للعمل في المعامل والمختبرات. المهارة الثانية التخطيط للبحث العلمي، وذلك من خلال فهم واستخدام تقنيات ومهارات التخطيط قبل كتابة البحث العلمي. كذلك مهارة إدارة الوقت، حيث سيتم اكتساب القدرة على استخدام مهارة إدارة الوقت وتطبيقها خلال فترة البرنامج. المهارة الرابعة العرض والتقديم، حيث سيكتسب الطلبة بإذن الله الثقة وتطوير مهاراتهم في التقديم والعرض بأساليب موجزة ومحددة وواضحة. المهارة الخامسة التفكير الإبداعي، سيتم بناء مفهوم التفكير الإبداعي لدى الطلبة وممارسته وتوظيفه في توليد الأفكار الإبداعية. المهارة السادسة تحليل واستنباط النتائج، وذلك من خلال تنمية مهارات كل من التفكير الناقد والتحليل والإحصاء واستنباط النتائج. المهارة الأخيرة حل المشكلات، حيث سيتعرف على الطلبة على مهارات حل المشكلات وتوظيفها لمواجهة مشكلات العمل خلال تنفيذ التجارب أو في كتابة التقرير البحث العلمي. خطة برنامج موهبة الإثراء البحثي، حيث سيكون خلال الأسبوع الأول تحليل وتعلم أساسيات البحث العلمي وكيفية كتابة التقارير العلمية من خلال الممارسة العملية لهذه المهارات، كذلك ربط الطلبة بالبيئة العلمية العملية من المعامل والمختبرات. وفي الأسبوع الثاني سيتم تهيئة الطلبة وربطهم مع الباحثين لبدء أبحاثهم العلمية في مجال رغباتهم، كذلك تدريب مهاري ومعرفي. في الأسبوع الثالث سيكون هناك إعداد مقترح بحثي علمي متكامل زائد تدريب مهاري ومعرفي. والأسبوع الأخير من البرنامج سيتم العمل على استكمال المقترح البحثي وإنهائه. الشريحة التي أمامكم هي الجهة المستضيفة للبرامج، حيث وصلت قرابة 14 جهة مستضيفة لعدد من البرامج سواء للطالبات أو للطلبة. ولمزيد المعلومات الباركود في الشريحة السابقة، جميع الشروط والمجالات لكل برنامج ولكل جهة مستضيفة لهذه البرامج. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا سعادة الأستاذ حامد النملان مشرف البرامج البحثية، وبحق ما يميز البرامج البحثية أنه يتم بالشراكة مع جهات رائدة في تخصصات علمية وتقنية. أيضا يتم التركيز على تطوير المهارات لدى الطالب والطالبة من خلال ممارسة فعلية حية داخل هذه الجهات. أيها الحضور الكرام، من المعلوم أن وزارة التعليم شريك استراتيجي في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وكذلك تقدم حزمة كبيرة من البرامج والخدمات للطلبة الموهوبين. وللحديث بهذا الشأن ينضم لنا سعادة الأستاذ عبد الله الهذلي مشرف الوزارة، فليتفضل مشكورا. حياك الله، أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم. سعادة نائب أمين عام مؤسسة موهبة، الإخوة الزملاء أصحاب السعادة الكرام، أحييكم بأجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كل ما تقدم وكل ما سمعناه هو يصب في خدمة هذا الطالب الموهوب، ويأتي ضمن رعاية الطلبة الموهوبين في المملكة العربية السعودية.
جهود وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين. الحقيقة تقوم وزارة التعليم على رعاية فئة الطلبة الموهوبين والعمل على تعزيز كافة المجالات ذات الأولوية لبناء موهوب منافس عالميا بالشراكة مع الجهات المعنية وعلى رأسهم مؤسسة موهبة، حيث تأتي ضمن دعم رؤية المملكة الطموحة 2030 ممثلة في برنامج تنمية مبادرات جمعية تهدف إلى أن يمتلك الفرد قدرات تمكنه من المنافسة عالميا من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات استاذ عبد الله. نعم تفضل. إذا سمحت لي بس ممكن ترفع الصوت. ايوه تفضل. وايضا تسخر وزارة التعليم كافة الامكانات لايجاد نماذج متقدمة ومبتكرة لخدمات الموهوبين ذات التركيز على المجالات ذات الأولوية، حيث تقدم وزارة التعليم نماذج مختلفة من الرعاية مثل المدارس والمراكز والفصول والبرامج المكثفة التي تسمح فيه بتعليم الطلبة الموهوبين من ذوي الأداء المتميز والاهتمامات المشتركة في مجموعات متجانسة بهدف زيادة الدافعية والتنافس من خلال تزويدهم بالخبرات التعليمية والمهارات المناسبة التي تنمي مهاراتهم ومعارفهم بنحو يكفل جودة الطالب وجودة المقاييس والرعاية المقدمة لهذا الطالب. الحقيقة منطلقات رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية تأتي من عدة نقاط، ولعلنا نذكر أبرزها: مواكبة تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستجابة التطلعات تنمية القدرات البشرية، وأيضا رفع مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية وصناعة المواطن المنافس عالميا وتحقيق المتطلبات وحاجات الطالب الموهوب، وأيضا تأتي ضمن تحقيقا للتنمية الوطنية في الاستثمار في أهم شيء وهو الإنسان. أما إذا تطرقنا إلى أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم للطلبة الموهوبين، فتحظى رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى ثم بالدعم السخي والوفي من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأفضل الإمكانات المتاحة والوسائل التربوية والتعليمية، وعلى رأسها الكشف إلى التمثيل الدولي، حيث تضمنت عن الكشف عن الموهوبين وهذا البرنامج الرائد الذي نكن له ونقف له احتراما وإجلالا وقد لبروزه في نسخته 14 هذا العام بفضل الله تعالى، حيث تخطى 100,000 ونيف بفضل الله عز وجل، والكشف عن موهوبين، ثم بعد ذلك المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، وهي تأتي أيضا كأحد مخرجات أولمبياد إبداع لمؤسسة موهبة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم. الحقيقة الحديث يطول عن أبرز الخدمات التي تقدمها، لكن لازلنا في اختصارها. من ضمن هذه الخدمات التي تقدم أساليب رعاية الموهوبين وبيئاتهم وتعلمهم، وهناك مراجعة دورية ودائمة لأساليب رعاية الموهوبين بالاعتماد والتركيز على التجارب الدولية والمحلية الناجعة أيا كانت، وثم بعد ذلك الشراكة مع القطاعات المختلفة، والحمد لله بفضل الله عز وجل الشريك الاستراتيجي والحيوي الذي يكاد يكون وجهان لعملة واحدة إن صح التعبير، هو مؤسسة موهبة ووزارة التعليم. أيضا عندنا أرامكو، عندنا سدايا، عندنا مسك، في مؤسسات تعليمية كثيرة بفضل الله عز وجل أصبحت تدعم هذا الطالب الموهوب وتدعم برامج الموهوبين في شتى المجالات. أيضا البرامج الإثرائية والتطوير المهني للكوادر العاملة في مجال الموهوبين،
البرنامج الوطني للكشف عن موهوبين لا يخفى عليكم في كل عام يزداد بفضل الله عز وجل، يزداد نجاحا ويزداد شهرة ويزداد ثقافة وتفسيرا وانتشارا وسعة، حتى بل أنه تخطى حتى حدود المملكة العربية السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود القائمة على برنامج الكشف عن موهوبين. ومن خلالكم أيضا بالنيابة عن جميع الزملاء والزميلات منسقي الكشف الموهوبين والموهوبات في إدارات التعليم، وسجل التحية وأرفع الشكر والتقدير لمقام وزارة التعليم ولمقام مؤسسة موهبة ولإدارة التعرف وعلى رأسها الأستاذ فهد التميمي، فجزاكم الله عنا خير الجزاء وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم. حقيقة عام 22 لا يخفى عليكم لأن المملكة العربية السعودية ارتفاع كان ملحوظ في الطلبة الموهوبين خلال الأعوام السابقة، ثم إجراء الاختبار لعدد كبير من الطلاب والطالبات في عام 23. الآن بفضل الله عز وجل تخطى العدد 100,000 ونيف، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الجبارة والنية الخالصة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم وهيئة التقويم، لا يفوتنا ذلك، وجميع الجهات حقيقة لهم جهد رائع وجبار في هذا المجال. عندنا مدارس أيضا، مدارس الموهوبين من خلال يعني من خلال ما ترونه في العرض في بقاع المملكة العربية السعودية. مدارس الموهوبين هي فكرة ليست بجديدة ولكنها لا زالت في التطوير ولا زالت في الحداثة، ولكنها أصيلة، أصيلة بما معنى الكلمة، بما تحمله منها من أهداف سامية ومن مبادئ وقيم. هذه مدارس الموهوبين تعنى بجمع عدة فصول للموهوبين، تعنى بدرجة أولى بالطالب الموهوب، طبعا موجودة في المدينة المنورة، موجودة في عنيزة، موجودة في القصيم، موجودة في جدة، موجودة في مكة المكرمة. حقيقة إن شاء الله سوف ترى النور قريبا بحلتها الجديدة من خلال الدليل التشريعي أو التنظيمي لمدارس الموهوبين الذي سوف يصدر قريبا إن شاء الله تعالى. برامج رعاية الموهوبين المختلفة كثيرة، وهي كل سنة تكاد تختلف عن السنة الأخرى، ولكن لعلنا نتطرق إلى بعضها، مثل برنامج مساحة الابتكار، وهو برنامج يركز على التعلم بالتصنيع، برامج تنشيط مهارات التفكير، وهي برامج مكثفة للتدريب على مبادرات التفكير ضمن البرنامج الإثرائي، وبرامج الشراكات مع القطاعات، وهو برنامج إثرائي أيضا مستمر وأخرى صيفية، وبرامج إثرائية دولية بفضل الله عز وجل، ثم التسريع الأكاديمي، ثم برامج التلمذة. برامج متنوعة بحسب ميول وحاجات الطلبة الموهوبين بفضل الله عز وجل. المسابقات المحلية والدولية هي نتاج حقيقة بدرجة أولى، هي نتاج لمخرجات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، آيتكس وآيسف وتايسف بفضل الله عز وجل، وأيضا انضم لها كثير من المسابقات. عندنا الآن في وزارة التعليم مسابقة المعرض الدولي للابتكار في سنغافورة، أيضا بالتعاون مع الجامعة الوطنية في تايبي برنامج إثرائي، أيضا لدينا معرض الابتكار في سنغافورة في سيول، عفوا الأول في سنغافورة والثاني في سيول، أيضا بعد العيد في شوال، في 6 شوال إن شاء الله في معرض هناك سوف تشارك فيه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في جنيف بإذن الله تعالى بعدد 8 طلبة إن شاء الله تعالى، وهي مسابقات تنضم جنبا إلى جنب إلى مسابقات أولمبياد الإبداع العلمي. حقيقة الشراكات كثيرة وفاعلة لمساعي وطنية طموحة، ولا يخفى عليكم الدور الرائد لسدايا، وأيضا الدور الرائد لوزارة الرياضة، والدور الرائد لهيئة التقويم التعليم والتدريب، والدور الرائد أيضا لوزارة الثقافة، والدور الرائد والذي لا يخفى على الجميع هو دور
مؤسسة موهبة الشريك الاستراتيجي والحيوي لمقام وزارة التعليم. التطوير المهني للعاملين بمجال رعاية الموهوبين عبارة عن يعني ننتقل منه من عدة جهات أو يتشارك فيه عدة جهات، من أبرزها لإدارة العامة الموهوبين بما أننا نتكلم في مجال الموهوبين، ثم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وإدارات وأقسام الموهوبين في الميدان التربوي في إدارات التعليم وعددها 47 بنين و47 بنات. وضمن التنظيم الجديد طبعا أصبحت تسمى بأقسام الموهوبين. ثم مؤسسة موهبة مشكورة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أرامكو، سدايا، وجميعها تهدف إلى برامج تطويرية عامة تثقيفية في مجال رعاية الموهوبين، وبرامج تطويرية إثرائية تخصصية، وكذلك برامج تطويرية إرشادية لتلبية حاجات الموهوبين والإنتاج المعرفي وتصميم حقائب تدريبية وإثرائية. هذا كله يصب في النمو المهني للمعلمين. أتمنى أنني وفقت في عرضي وحتى لا أطيل عليكم. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الأستاذ عبد الله الهذلي مشرف الوزارة. ومما لا شك فيه أن هناك تكامل بين برامج موهبة وبرامج الوزارة دائما فيما يحقق الفائدة القصوى للطالب والطالبة. أيها الحضور الكريم، نأتي وإياكم إلى آخر محطات المحاضرة والإجابة على أسئلة الحضور، وسنبدأ بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والأستاذ فهد التميمي. أستاذ فهد، أحد الأسئلة يقول: ابني مختبر السنة الماضية، هل يستطيع المشاركة بالبرامج؟ بالتأكيد، يعني على أساس نعرض الصورة كاملة، المقياس مكون من ثلاث مستويات. هي حق للطالب الدخول في كل مستوى مرة واحدة فقط، فإذا دخل مثلاً الطالب في الصف الثالث الابتدائي فلا يحق له الدخول لا في رابع ولا في خامس، ينتظر الدخول مع بداية المستوى الثاني في الصف السادس. طوال فترة وجوده في المستوى يمكن الاستفادة من الدرجة اللي تحصل عليها في المقياس. فسؤال ولي الأمر، إذا كان مثلاً الطالب العام الماضي كان في صف خامس، فتعتبر درجة انتهت صلاحيتها لأنه انتقل إلى مستوى جديد. لكن لو كان الطالب في صف رابع ابتدائي أو اختبر العام الماضي في رابع ابتدائي، فلا تزال الدرجة يعني يمكن الاستفادة منها في الدخول إلى البرامج. طبعاً هناك بعض البرامج، تحديداً برنامج فصول موهبة، لا يمكن الانضمام له إلا بدخول جديد للمقياس. فالبرنامج يخدم الطلبة حديثي الحصول على درجة في المقياس، لكن بقية البرامج الأخرى يمكن الاستفادة منها من درجة المقياس طوال صلاحية الدرجة، وهي عدم انتقال الطالب إلى مستوى جديد. جيد، درجتي 1502، ماذا تؤهلني؟ وقد ذكرت أستاذ فهد أنه يمكن للطالب الدخول إلى سجله والاطلاع على جدول درجات القطع. بالتأكيد، صفحة إعلان النتائج يوجد جدول في أسفل الصفحة يبين درجات التأهيل لجميع البرامج المرتبطة بمقياس موهبة القدرات العقلية المتعددة. جيد، أنا طالب مختبر في مستوى الثالث، هل درجة اللغة الإنجليزية مهمة للمشاركة بالبرامج؟ يعني هناك بعض البرامج تتطلب الحصول على درجة اللغة الإنجليزية. درجة الحصول على اللغة الإنجليزية أو متطلب الحصول على الدرجة غير مرتبط بالصف. إذا كان الطالب يعني لكل برنامج خلينا نقول اشتراطات دخول، واحد منها صلاحية درجة المقياس، الصف الدراسي، اللغة الإنجليزية. هذه الشروط ليست يعني مرتبطة ببعضها، لكن في حال يعني كانت إحدى متطلبات الدخول فيجب على الطالب تحقيقها أيا كان صفه. جيد، هل أستطيع المشاركة بالأولمبياد؟ طبعا برامج المسابقات زي ما تفضل دكتور باسل في بداية حديثه،
المشاركة في المسابقات المختلفة موهوب وكنغارو وبيبرس، واللي تنتهي بتمثيل الطلبة في الأولمبيادات المختلفة، وأيضا المشاركة في إبداع والذي ينتهي بآيسف. البرنامجين المشاركة فيهم لا تتطلب حصول الطالب على درجة في مقياس موهبة، ويمكن للطالب المشاركة فيها متى ما حقق الشروط الخاصة فيها. جيد. هناك أيضا سؤال يقول: ابني في الصف الثالث متوسط وقد اجتاز اختبار موهبة للقدرات العقلية، في حال أعاد الاختبار في صف أول ثانوي يعني بنفس المستوى، وأنت ذكرت قبل قليل أنه لا يجوز أن يختبر في نفس المستوى اختبارين، فكيف يتم احتساب الدرجة؟ هل تكون أخذ درجة اختبار أم أعلى درجة؟ هو طبعا زي ما تفضلت أخوي سعود، الصف التاسع اللي هو الثالث المتوسط والأول الثانوي يعتبرون مستوى واحد، وبالتالي لا يمكن الطالب من الدخول إلى المقياس مرتين في نفس المستوى. جيد. إذا اسمحوا لي أن ننتقل إلى سعادة الأستاذ عيسى الفيفي ومدير إدارة الشراكة مع المدارس في بعض الأسئلة التي وردتنا. أنا مؤهل أستاذ عيسى، أنا مؤهل لفصول موهبة، ولكن لا توجد في مدينتي فصول موهبة، هل أستطيع التسجيل في مدينة أخرى وأنتقل لها مع بداية العام القادم؟ في هذه الحالة، حالة عدم وجود مدرسة شريكة في نفس المدينة حق الطالب، فيستطيع الطالب أنه إذا كان في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أنه يسجل في برنامج موهبة المتقدم اللي بيعطيه إن شاء الله نفس الفائدة المرجوة منها. جيد. السلام عليكم، سجلت ابني بفصول موهبة وحابة أعرف هل أقدر أسجله بالبرامج الإثرائية الصيفية ولا في تعارض بين البرنامجين؟ أعتقد لا يوجد تعارض أستاذ عيسى. صحيح أستاذ سعود، لا يوجد تعارض، لا يوجد أي تعارض، يقدرون يسجلون فيها برامج الصيف. بالنسبة للبرنامج سواء فصول موهبة أو موهبة المتقدم، هي أثناء العام الدراسي. جيد. هل يوجد فصول موهبة مشمولة بالمدارس الحكومية، وكيف يمكنني الاطلاع عليها؟ طيب، موجود بعض المدارس وهي محددة بالدخول على صفحة البرنامج في على موقع موهبة، والدخول على المدن والصفوف المتاحة للتعرف على المدن المتاحة والصفوف الموجودة فيها. أيضا يمكن الاطلاع على المدارس الموجودة في البرنامج أو الشريكة في البرنامج ومدنها وبعض المعلومات عنها أيضا من الصفحة الخاصة بفصول موهبة، المدارس المشمولة على نفس الموقع الإلكتروني لفصول موهبة على موقع الرسمي لموهبة على الويب سايت. جيد. أود أن نحصل على شرح واضح لفصول موهبة، هل تعني أن الطالب سينتقل لمدرسة أخرى؟ صحيح، الطالب سيتم ترشيحه إذا دخل البرنامج أو طلب الانضمام من خلال تسجيل في النظام، سينقل إلى المدرسة الشريكة الخاصة الموجودة في البرنامج، ويرتب رغباته بناء على سواء الأقرب أو المناسبة له، بناء على سواء قرب المكان أو حتى الرسوم الدراسية أو غيرها، في كلها موجودة في الموقع الإلكتروني، يستطيع هو يرتب المدارس هذه بناء على رغباته هو. جيد. أحد الطلاب حصل على درجة أقل من درجة القطع المؤهلة لدخول فصول موهبة، ويقول هل ممكن بناء على توصية معلمين المدرسة أن أحصل على منحة في هذه الفصول، وما تنصحون ما تنصحوني به؟ بالنسبة لفصول موهبة، الدرجات محددة، لكن بإمكانه يستفيد إذا كانت درجته أقل من المؤهلة لفصول موهبة وكانت الأعلى أعلى من 1500، أنه يلتحق في برنامج موهبة المتقدم إذا كان في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. إذا كان درجته أقل من كذا، فتوقع أن في بعض البرامج سواء البرامج الإثرائية أو غيرها يستطيع الالتحاق فيها، فليس حصرا يعني الرعاية فقط في فصول موهبة أو موهبة المتقدم. فذكر الأستاذ فهد قبل قليل يعني في الدرجات المنشورة على الموقع، يمكن أنه يستطيع من خلالها يحدد البرامج اللي يمكن يلتحق فيها. جيد. إذا ننتقل من فصول موهبة إلى البرامج الإثرائية، والأسئلة لديك أستاذ عبد الله، تخيل ما هو الفرق بين برنامج الإثرائي الأكاديمي والعالمي؟
طبعا البرنامج الأكاديمي يكون للطلاب زي ما قلنا من ثالث ابتدائي وحتى ثاني ثانوي، بينما العالمي بيكون للطلاب في صف في المستوى الثالث اللي هو من ثالث متوسط إلى ثاني ثانوي، وراح يكون يقدم عن طريق شركائنا من الجامعات المتميزة خارج المملكة، يرسلون فريقهم داخل المملكة هنا في جامعات محلية وننفذ البرنامج فيها باللغة الإنجليزية. وطبعا الوحدات المختلفة والشروط أيضا تختلف. جيد، حاولت تسجيل ابني في البرامج الإثرائية الصيفية، ولكن وجدت المقاعد جميعها حجزت في جميع الدورات في مدينة الرياض. طبعا تابعوا معنا صفحة التسجيل، راح إن شاء الله يكون فيه مقاعد إضافية خلال الفترة القادمة. بمعنى أن هذه يعني المرحلة الأولى، وهناك مرحلة أخرى سيتم قبول الطلاب فيها. احنا ان شاء الله نقول يعني احنا راح نضيف مقاعد خلال الفترة الجاية، بس يتابعون صفحة التسجيل وخلال اليومين هذه بإذن الله تعالى. جيد، في حال تم تسجيل ابني في برنامج إثرائي ونرغب بنقله لبرنامج إثرائي آخر، هل يمكن ذلك؟ نعم، من خلال النظام يقدر الطالب بعد ما يسجل يعمل مناقلة إلى أي برنامج آخر يرغب في اختياره. جيد، بعض الأسئلة تتحدث عن البرامج التي تتطلب لغة إنجليزية وهم لا توجد لديهم درجة، إنما هم الآن مسجلين ويعني موعد اختبارهم لم يحن، فماذا يتطلب عليهم من فعله؟ هو طبعا شرط أساسي أنه يكون عنده الدرجة. ممكن يفيدونا الزملاء في التعرف والتسجيل إذا كان الطالب متى يقدر أنه يحدث الدرجة حقه في اللغة الإنجليزية. طبعا إذا سمحت لي أستاذ سعود، الآن عندنا أمرين. إذا كان الطالب لديه درجة لكن الدرجة غير محدثة في النظام أو غير مدخلة في النظام، فيمكن يرفع طلب على خدمة العملاء ويتم مباشرة يعني تسجيل الدرجة وترشيح الطالب للبرامج. وأيضا إحنا يعني بالتعاون مع أحد المراكز، إحنا أيضا إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة، تحديدا إن شاء الله يوم الأحد القادم، فتحنا مجموعة من المقاعد في اختبار تويك للغة الإنجليزية، وإن شاء الله يعني راح توصلكم رسائل للطلبة المرشحين بإمكانية الدخول لهذا الاختبار. الاختبار ينفذ إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، وتخرج الدرجة إن شاء الله خلال 3 أيام من تاريخ الاختبار. فاللي مهتمين بالتسجيل في اختبار اللغة الإنجليزية، يمكن يعني يا إما التواصل مع خدمة العملاء على أساس معرفة طريقة التسجيل، أو ينتظرون إن شاء الله توصلهم رسالة بإذن الله بآلية التسجيل إن شاء الله. جيد، طيب ننتقل إلى البرامج البحثية والأستاذ حامد النملان. في البرامج البحثية يقول: هل يستطيع الطالب الذي يعمل على بحث ما في برنامج إثرائي في الصيف أن ينتقل معه هذا المشروع إلى المشاركة في أولمبياد إبداع؟ نعم صحيح، نعم ما في مانع. طبعا في حال في نهاية البرنامج البحثي يكون هناك تقييم للمشاريع المقدمة للطلبة، وبالإمكان بعد نهاية المشروع التسجيل في برنامج تلمذة موهبة للعمل على مشروعه مع باحثين يتم ربطهم من خلال برنامج تلمذة موهبة. جيد، إذن يعتبر البرنامج البحثي أرض خصبة لبداية مشاريع بحثية رائدة ورائعة أيضا. صحيح. طيب هذا السؤال: هل بالإمكان افتتاح صفوف حضورية للبرامج الإثرائية لأنها أفضل بكثير من البرامج عن بعد؟ طبعا إذا كان المقصود برنامج موهبة الإثرائي البحثي، فيوجد مثل ما ذكرنا نعم. سابقا برنامج حضوري تفرغي وحضوري غير تفرغي، وكذلك برنامج عن بعد. ونفس المدة عن بعد صحيح وحضوري. صحيح، جميعها مدة 4 أسابيع.
طيب لديكم في البرامج أيضا نوعين، برامج تفرغية وغير تفرغية أم صحيح، فقط؟ أنا لا لا نعم صحيح، البرنامج التفرغي هو برنامج يقام بنظام الإقامة الكاملة في السكن المعد للطلبة، ويتوفر كذلك مواصلات لنقل الطلبة من مقر السكن إلى البرنامج، وكذلك يتم توفير الوجبات الثلاثة للطلاب. الغير التفرغي يكون حضور الطالب بشكل يومي للبرنامج، يعني يحضر الصباح والخروج في نهاية اليوم الدراسي. جيد. السؤال سعادة الأستاذ عبد الله الهذلي. أستاذ عبد الله إذا كنت معنا، يتفضل حياك الله. كيف يستطيع الطالب التسجيل في البرامج الخاصة بإدارة الموهوبين بالوزارة؟ وهل هناك موقع لتلك البرامج؟ وهل هناك مواعيد محددة؟ حياك الله أستاذي. طبعا البرامج الخاصة، أنا كأني فهمت من سؤاله يقصد المسابقات. إذا كان السائل يقصد بالمسابقات سواء المحلية أو الدولية، هي لها مواقيت معينة، ومثل آيسف لها وقت معين، مثل آيتكس لها وقت معين، مثل تايسف أيضا لها وقت معين، أيضا البرنامج الإثرائي في تايوان له وقت معين، جميع المسابقات، أيضا البرنامج الحديثة اللي الآن أدرجت وهي جنيف وسنغافورة وسيول، كلها بمواقيت ومزمنة بمواعيد معينة. طبعا الركيزة الأولى حقيقة في اختيارنا هو مخرجات أولمبياد إبداع الطلبة المجتازين في المراحل العليا، خاصة الذين شاركوا في الورشة التأهيلية في لتايسف، وكان في الأعوام الماضية عددهم 40، وكان والآن 45، فهذا النتاج الحقيقي نأخذ منه. أيضا هناك في بعض الطلبة نأخذهم من الداتا الموهوبين، ولكن ضمن معايير معينة أيضا، لكن الاعتماد الحقيقي بعد الله هو على مخرجات أولمبياد إبداع. أما كيف يسجل في هذه المسابقة، طبعا هناك يرشح الطلبة وفق معايير وضوابط معينة ضمن لجنة معينة لكل مسابقة، ثم تفلتر، ثم بعد ذلك يتم ترشيح الطلبة، ثم الموافقة عليه من صاحب الصلاحية، ثم بعد ذلك مخاطبة الجهات المعنية في إدارة التعليم لإكمال اللازم. طبعا بالمناسبة يعني اللي ما حالفه الحظ من الطلبة ولا جاء اسمه في أي مسابقة دولية في الوزارة، هناك أيضا تستقبل معارض الابتكار سواء في آيتكس أو في سنغافورة أو في سيول أو في جنيف، أو تستقبل المباشر، وإحنا رأيناهم العام الماضي في آيتكس في ماليزيا، عددهم ما يقارب 9 طلاب، لعل الأستاذ حامد النملان كان معنا جزاه الله خير. في طلبة من خارج القائمة، قائمة وزارة التعليم، ولا يعني ذلك أنهم خارج القائمة، ولكن وقع اختيار على مجموعة لأنه إحنا محدد معنيين بعدد معين، فهذولا أو الطلبة الفئة الثانية سجلوا تسجيل مباشر من آبائهم، وتم حقيقة احتضانهم في آيتكس في المسابقات الدولية، وفي تنزيل أسمائهم ضمن القائمة الرسمية في وزارة التعليم. هذا باختصار. إذا كان في أي سؤال من الميدان التربوي حول المسابقات الدولية أو حول البرامج العامة للموهوبين، أنا جوالي مفتوح دائما وفي خدمة الجميع، وهذا ما عندي. شكرا لك أستاذ. يعطيك العافية، يعطيك العافية أستاذ عبد الله. حقيقة نظرا لتجاوزنا الوقت المحدد في هذه المحاضرة، سنضطر إلى أن يعني نختم اللقاء بكلمة من سعادة الدكتور باسل السدحان. تفضل دكتور. شاكر لجميع حضور المشاركين وزملائي المشاركين. كما ذكرت في بداية المحاضرة، الاكتشاف هو بداية الرحلة،
هذه مسؤولية على الطالب وولي أمره للاعتناء ورعاية أبنائهم وتثقيف أنفسهم بما تقدمه موهبة والوزارة من معلومات عن الموهبة والإبداع والمقالات المترجمة والكتب المترجمة والمقالات المؤلفة. أيضا أدعو للمبادرة بالتسجيل، لأن البرامج الإثرائية لها طاقة استيعابية نسعى لزيادتها، لكن من الجيد أن الطالب يسجل بشكل سريع حتى يضمن المدرسة التي يريدها والجامعة التي يريدها والوحدة التي يريدها. وأيضا للطلبة المؤهلين في فصول الموهبة أيضا مبادرة في التسجيل وإدخال الرغبات وإدخالها بعناية، خاصة في المدن الكبيرة اللي يكثر فيها المدارس المتاحة. وأيضا ليس فقط فصول الموهبة برامج إثرائية في الصيف، هذه البرامج برامجنا مستمرة طوال العام، فتابعوا حسابات موهبة على وسائل التواصل الاجتماعي، موقع موهبة لمعرفة أوقات البرامج، وأيضا خدمة العملاء في موهبة الظاهرة أمامكم، موهبة كير تستقبل استفساراتكم، وبإذن الله نرى من أبنائكم بعد عدد من السنوات من يتولى مناصب قيادية أو تعليمية ويعلم الجيل الذي يليه إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لكم وفي أمان الله. شكرا سعادة نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين، شكرا لكم أيضا مدراء ومشرفي إدارات خدمات الموهوبين في مؤسسة موهبة، والشكر موصولا لمشرف الوزارة بإدارة الموهوبين. كذلك لا يفوتني أن أشكر الزملاء الذين عملوا على تجهيز هذه المحاضرة ومتابعة تفاصيلها، الأستاذ عبد الله التويجري والأستاذ يوسف الدويش. أيها الحضور الكريم، تمنياتنا لكم بالتوفيق، وأود أن أذكركم بضرورة الإسراع بالتسجيل وحجز المقعد في مختلف البرامج المتاحة قبل امتلاء المقاعد، كما أنه سوف يتم بإذن الله نشر هذه المحاضرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسة موهبة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.